انا اشرف بقى، انا يعني ده بقى قصه كبيره، رجوله واخلاق واصرار، وعارف يعني ايه قيمه تيشيرت النادي الاهلي، كابتن فريق بمعنى الكلمه. انا بحييك يا ايمن على اصرارك، ويمكن كان في لقطات ليك فرقت مع النادي الاهلي بشكل كبير. اوضه اللبس، لعيبه تبقى داخله، احنا داخلين نصور، لا يا جماعه احنا لسه ما فرحناش، لا يا جماعه لسه، لا لغايه البطوله. ادينا رفعنا الكاس، خدت الميداليه. حابب تقول يا ايمن على لعيبه الرجاله، كتيبه ابطال فعلا، بدايه من كابتن محمود الخطيب حتى مجلس الاداره. طبعا في بدايه الكلام طبعا الحمد لله بشكر ربنا طبعا على التوفيق الكبير، الحمد لله بشكر طبعا مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب على الدعم الكبير اللي دايما بيدعمه لنا. طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي العظيم انه دايما مساند لينا ودايما في ظهرنا، وزي ما بيقولوا على الحلوه والمره معاه. ببارك طبعا للعيبه الرجاله، كل اللعيبه يعني، كل اللعيبه اللي في القايمه، كل اللعيبه اللي موجوده، كل اللعيبه اللي في مصر اللي ما جاتش، طبعا ببارك لهم كلهم. ويعني الحمد لله لعيبه رجاله، وفي المواقف الصعبه بيبان معدن اللعيبه. الحمد لله قدرنا الحمد لله ناخد بطوله افريقيا المره الثانيه على التوالي، والعشره للنادي الاهلي الحمد لله. بقى في اضغط بقى بينك وبين الشناوي، قصه اضغط دي عشانه